السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كاين الإنسان الخجول، تلقاو بعض الناس فيهم مرض الخجل. كاين الحياء اللي هو صفة إيجابية، ولكن الخجل اللي هو صفة سلبية. تلقاو عند بعض الفتيات ملي كتخرج وكتمشي تقلب على عمل كتلقى صعوبة في إيجاد فرصة للعمل لأن الخجل يغلبها. حتى في أطوار الدراسة إذا كان الأمر يتعلق بامتحانات كتابية تجيب ببساطة، إذا تعلق الأمر بامتحانات شفوية ما تقدرش نهائيا. وهكذا في علاقاتها مع الآخرين كتشعر بالخجل. حتى الرجال حتى الشباب كاين اللي فيهم الخجل. هذا الخجل هو صفة غير سليمة، بخلاف الحياء اللي هو صفة طيبة إيمانية ربانية، لكن الخجل حالة مرضية. اللي هو خجول عنده صفات معينة، غير كيتكلم كتشعر بأنه غير واثق من نفسه، يتردد يتلعتم، وإذا تكلم يحمر وجهه، دائما وجهه أحمر وكيترعد، يخشى أن يتحدث مع الناس لأنه دائما يخاف أن يقع في الخطأ، فيختبئ دائما خلف المجموعة. كتلقاه ما كيمشيش بوحده، خصو دائما من يؤنسه. كيبغي العمل الجمعوي أو العمل الجماعي، يكون دائما وسط المجموعة، ما يكونش هو بوحده تنفرد به. وهو قلق ومتردد دوما. كاين هذه الصفة في بعض النساء، في بعض الطالبات، في عموم الناس. كيف نصرفوا مع هذا الإنسان اللي عنده شخصية خجولة؟ إلا كانت زوجة، إلا كان ابن، إلا كان زميل في العمل، إلا كان صديق في عمل جمعوي أو غير ذلك، لابد أن نساعده. المساعدة ما كتطلبش علاج نفسي بقدر ما تتطلب واحد شوية المهارات ممكن نعاون بها الآخر ويخرج من هذه الدائرة المغلقة. نساعده على زرع الثقة بنفسه، نعطوه الثقة بالنفس، ونكثر من الثناء والتشجيع عليه. فيما دار شي حاجة مزيانة، تبارك الله عليك، ما عندي ما يتسالك، وممتاز أكيد، كتشجعه وتثني عليه فيتشجع. ومرة مرة كنجبدوا ليه لسانه، حنا نجبدوا ليه لسانه، تكلم، نحط على التحدث عن الأفكار دياله. قولي أفكارك، ما رأيك في هذه القضية؟ ما عندك شي تعليق على هذه المسألة؟ حدثنا عن أيام زمان، كيفاش كانت أطوار الأولى ديال حياتك؟ ما هي المشاريع المستقبلية؟ دائما نجبد له اللسان دياله ونحطه على الحديث عن أفكاره وطموحاته، ودائما نظهر له السلامة في الحديث دياله. تبارك الله عليك، ما عندنا ما يتسالك، هذا شيء ممتاز. دائما كتشعر بأنه كلامه فيه إفادة، باش تشجعه أكثر على الكلام. ثم نبدد قلقه وتردده من خلال ذكر مساوئ خجله. شوف ملي كنتي خجول كنتي كتبان ضعيف، دابا تبارك الله ملي تكلمتي وتحدثتي وليتي كتبان قوي، وليتي كتبان عندك قدرة على المواجهة. تلقاو شخصية أخرى اللي هي شخصية الإنسان اللي كيكون متعالي. بعض الناس كنلقاهم في الحياة ديالنا عايش متعالي، عايش أرستقراطي، هذاك بوحده، هذاك حتى واحد ما يقرب ليه. قد يكون من الطبقة الفقيرة، يكفي أنه يلبس لباس أنيق ويستعمل جال شعره واحد صفة معينة، ويبان بأنه راه ولد طبقة راقية، ويقدر فعلا يكون كينتمي إلى طبقة أرستقراطية. ملي كنتعاملوا معاه كنلقاو معاه مشاكل. من الصفات ديال هذه الشخصية اللي هو متعالي وأرستقراطي في فكره وسلوكه، أن فيه المبالغة حين الحديث عن أفكاره. يتكلم على راسه بواحد العزة، أنا درت، يتكلم كثير على نفسه،
انا درت كذا، انا شيت، انا بنيت، انا درت صفقات، انا درت الخير في هاد الناس، انا كل ما كنت انا كما كاش يوقع هادشي كله الفضل بعد هادشي كله كيرجع ليا انا. يتكلم على نفسه بالانانيه، مبالغ في الحديث عن نفسه وبافكاره، ويقلل من شان الاخرين. اي واحد تكلم ما تفهمش لا داكشي انت ماشي بعيد عليك، دائما يقلل من شان الاخرين. تلقاو بعض المرات حاله طلاق بين الزوج والزوجه، احدهما ابتلي بشخصيه متعاليه ارستقراطيه في فكره، وكتلقى دائما كيعذب الاخر، كتلقى متغطرس متعجرف يتعامل مع الاخرين بتعالي وتكبر. ولا تكلم الناس يتصيد سلبيه حديثهم، اي كلمه تكلموا بها كيبدي يجبد لك الاخطاء، هاد الجهه ناقصه، هاد الجهه ما مصوباش، هاد الجهه كذا وكذا. ولا تكلمتي معاه دائما يرفع نبره صوته، عند الصوت ديالو مرتفع، يعني بحال باترون سيد من الاسياد يتكلم بقوه، وما كيثقش في الاخرين. لو سولتي على الناس لا يثق فيهم، عندك حظ من هذاك، حظ من هذه الجهه، وعندك هذه الجهه، دائما لا يثق بالاخرين، ويطلب دائما الحصول على الامتيازات. كتلقى نهار كامل هو عنده ولكن مازال هل من مزيد. كتلقى في اي مناسبه من المناسبات او فرصه من الفرص يطلب الحصول على المزايا الكثيره لنفسه، بغى مازال يزيد. ولكن في الحديث مع الناس دائما كيقاطعهم، خصو يتكلم بوحده، لا احد يتكلم الا هو. هذه السيكولوجيا ديال الشخصيه المتعاليه ذات الطابع الارستقراطي. اذا ابتلينا بشخص معنا في هذه الصفات، اما الزوج مع الزوجه، اما احد الابناء مع العائله، اما في العمل، اما في الحياه العامه، كيف نتصرف مع الانسان المتعالي المعجب بنفسه؟ هذا دائما نحافظ على هدوئنا، اللي نتكلموا معاه ما نتقلقوش، لانه فيه استفزاز يستفز الاخرين ويجعلهم غاضبين. فحاول على قدر ما تستطيع انك تحافظ على هدوئك في الحوار معه. ابقى واقعيا، دائما ركز على الواقع، خلي المثاليه، لانه ما كيهرب لك المثاليه، كنا وكنت وصرنا وصرت. وملي كتكلم معاه ما تستعملش مع الاسئله المفتوحه، غير كتفتح ليه واحد السؤال كيتيه في الكلام، وربما يستعرض عضلاته ويستعرض امجاده. ودائما في الكلام معه ما نقطعوش، لانه ما كيقبلش المناقشه وما كيقبلش المقاطعه. كتقولي نعم نعم هذا اكيد، ولكن طبعا، ولكن كاين كذا وكذا، كترجع ليه الاشياء اخرى باش تعرفوا بان ما كاينش حاجه اللي هي ثابته في تفكيره هو، كل حاجه هي نسبيه في المجتمع. هذه الصفه ديال الشخص المتعالي، الشخص اللي كيسمي نفسه طبقة أرستقراطية، إما فكرا أو ممارسة أو سلوكا. كنلقاو شخصية أخرى هو الإنسان المتملق، كنلقاو في المجتمع ديالنا إنسان يصنف ضمن الشخصية المتملقة. كتلقى دائما إنسان كيجري وراء المسؤولين، كيجري وراء أي واحد عنده كرسي ديال سلطة أو عنده ثروة، يتودد بشكل مبالغ فيه إليهم. دائما كي اهل السلحاج، ما شاء الله عليك، انت واحد لولاك ما وقع كذا وكذا، يبقى يتودد الى الاخرين، متملق، ويسعى الى التقرب منهم بشتى الوسائل. يعني بعض الناس اللي عنده مصوره في الجيب ديالو، في ما لقى شي مسؤول من المسؤولين في شي تدشين او في شي ملتقى الا وكي يوصل حداه يتصور، باش يبقى اثبات بانه راه عنده علاقه مع هاد كبار المسؤولين. وكيستخدم مجاملات غير صادقه باش يكسب الموده ديال الاخرين. واللي سولوا ما كيجاوبوش بالحقيقه، كيجاوبوا بما يود سماعه، كيعرف اش بغى يسمع، اش الحاجه اللي تفرحه ولو تكون خاطئه، ويحدثه بما يود سماعه. ودائما يتسلق على اكتاف الاخرين ليصل الى غاياته. هذا الإنسان المتملق إلى تصفنا معه، كيف نتعامل معه؟ هذا التملق هو طريقة غريبة وغير سليمة، فلا بد أن نحاول أن نوضح هذا أسلوبه في المدح بأنه أسلوب غير سليم.
نبداو بالنقد البناء. اي حاجه تكلم فيها كنقول راه كاين النقد والنقد البناء. نتكلموا حنا عن النقد البناء بلاش النقد الهدام. وملي نتحاولوا معاه نحاولوا ما امدنا نقدم الثناء على جهد العمل، ولكن نبين الخطا في الاشياء الاخرى باش ما يبقاش دائما كينظر بان الاشياء كلها كامله مكموله. كاين كذلك شخصيه اخرى وهو الانسان اللي فيه السخريه. تلقوا بعض الناس معنا في الحياه اليوميه، اما في الاسره اما في العمل اما في الحياه العامه، كاين الانسان الساخر دائما كيبقى يستهزأ بالاخرين، يستعمل السخريه ليستفزك ويغضبك، وبعض المرات يبغى يضحك الاخرين، يبغى يضحك للجماعه، فكيشد في واحد وكيبقى يسخر منه، هذاك فاعل هذاك تارك، غير باش يلطف الجو، ولكن يستعمل اسلوب السخريه. ودائما يعبر عن نقده وشكواه بالاستهزاء، ويحاول السيطره على المواقف ولا اي مجلس، دائما هو اللي كيكون حاضر، حتى واحد ما يخليه يسيطر على الكلام، ويتلمس في عيون ووجوه الاخرين الابتسامه بعد السخريه. كل ما درسي سخريه كيتسنى يضحكوا، كيتسناهم يبدوا الاعجاب به، واذا نصحته يغضب بسرعه، كيقول لك لا حداك النهار غير كنضحكوا، هذا غير نوع من انواع المزاح. هاد الشخصيه كنلقاوها كثيره في مجتمعاتنا، في اسرنا، في قطاع عملنا، في حياتنا العامه. الا كان انسان ساخر كيف نتعامل معه؟ الانسان الساخر نحاول ما امكن نطلب منه التوضيح، ونحاول ما امكن نقول لي بان هذا الكلام اللي كتقول راه يجرح الاخرين، راه كيشكل لهم واحد النوع من القلق والتوتر، ثم نحاول ما امكن نضيقه من السخريه من نفس الكاس، انه كيف كيسخر من الاخرين، تجي واحد اللحظه نسخر من تصرفاته باش نشوفوا كيفاش كيتصرف هذا الانسان، وكيفاش بانه يذوق من نفس الكاس. تلقاو في الصيف في المجتمع ديالنا شخصيه اخرى كيتسمى الانسان المتكاسل، الانسان اللي ما باغيش يخدم، هذا اجي تخدم لا، كيهمل الواجبات، دائما يتجاهل المسؤوليات، ولا تعطيش عمل يؤجل العمل والواجب المطلوب منه الى وقت لاحق. وهذا الانسان الكسول في شخصيته لا يحب الالتزام، تقلبي على خدمه ما يخدمش، تقولي دير هذه المهمه ونعطيك المقابل ما يديرهاش. لا يحب الارتباط باي عمل، هو باغي غير ياخذ فلوس وما يخدمش، باغي يبقى داعس حتى المنتصف النهار ويلبس مزيان ويخرج يتسكع ولا يعمل، وفي الاخر ملي كيحتاج كيمد يدو اعطوني. هذا انسان متكاسل، وكاين كثير في الشباب. كيف نتصرف مع هذا الكسول؟ هذا الكسول لابد من ان نبين له بان الشخصيه راها شخصيه سلبيه للغايه، لابد ان يتجاوز هذه الصفات ديالها، ونبحثوا لي على حوافز تشجعه. اذا كان تلميذ نشجعه في المدرسه، اذا كان طالب نشجعه في الجامعه، واذا كان عامل نعطوه حوافز باش ينتج اكثر فاكثر. ندفعوه لكي يحضر الى لقاءات مفتوحه مع مجموعه من الناس، ما يبقاش بوحده، حتى الوحده كتخلق فيه الكسل، لابد من تجمعات يكون حاضر فيها باش يقضي على التقاعس والكسل. ثم المقربين اليه يشجعوه بكثره وبصور متنوعه من اجل ان يغير هذا السلوك. تلقوا بعض المرات شخصيه اخرى سواء في التلاميذ او في الشباب، الشخصية المشاغبة، إنسان مشاغب، هذا ما بغى يخدم، مازال الكسول راه عطاه النعس وما يظلم حد. المشاغب هو كسول وكيخلق الاستفزاز للآخرين. هو أول حاجة لا يعترف لا بالأنظمة ولا بالقوانين، هو كيقفز على جميع الأنظمة، ويحاول أن يلفت أنظار الناس إليه، يسخر من كل شيء ويثير الاعتراض على كل شيء، دائما يسيء الادب كي لا ينتقصه الاخرون، كثير الحركه العبثيه في كل منطقه. هذا الانسان اذا كان مشاغب لابد اننا نحاول نقترب منه
ونبينوا لي بانها الصفه اللي فيه راه هي السلبيه ما يمكن نستمر بها، نعطيوه شويه ديال التقدير والاحترام دون ان نبدي اعجابنا حول تصرفاته اللا مسؤوله. وايضا نحاول ما امكن ان نقترب منه ونقول بانه يسبب الاذى الى الاخرين. لا ندخل معه في جدال، لا نناقشه ولا نعترض عليه، لان بعض المرات الاهمال يكون صفه ايجابيه، نتعامل معه باهمال كانه غير موجود، ومن ثم يشعر بالعزله وحتى واحد ما يقدر يقرب منه. تلقوا كذلك من الشخصيات الجميله الانسان الودود ذو الشخصيه البسيطه، انسان يكون فيه الموده ومتواضع في حياته. هذا الشخص كتلقى من صفاته انه طيب القلب، كتلقاه كيرحب بالزوار، كتلقاه مقبول من الاخرين، كيشعر بالامان، كيثق بالناس والناس كيثقوا به، هو كيثق بنفسه. واحيانا عنده بعض الانزلاقات انه يرغب في سماع الاطراء من الاخرين، وكيكون يتحاشى الحديث حول العمل، دائما كيمشي لاشياء اخرى بعيده عن العمل، مع انه كثير المرح. وهذا الشخص الودود يعني اذا كان عندنا في المحيط ديالنا هذه نعمه، نتعامل معه باحترام ونحافظ على الاصغاء الجيد له، وكذلك دائما نحاول توجيهه الى الهدف المنشود، لان ذلك الموده ديالو كتخلي شيئا ما سلبي. كاين شخص اخر اللي هو المتردد، وكثير هذه الشخصيه المتردده، الانسان يكون متردد، عنده نقصان ثقه بالنفس، دائما خجول وقلق، دائما يجد صعوبه في اتخاذ القرارات. هذه الشخصيه المتردده كتلقى دائما كيعطي الوعود ولا يهتم بالوقت، كتلقى دائما يرى نفسه بخير وان الاخرين ليسوا بخير. اذا كان عندنا واحد الانسان في وسطنا، في بيتنا، في عملنا، في حياتنا العامه متردد، لابد ان نسعى لزرع الثقه في نفسه، نخفف من درجه القلق والخجل لديه باسلوب اسلوب فيه حنان، و نعطيه المزيد من التأكيدات، وأيضا نحترم قراراته ونثبت في قلبه القدرة على اتخاذ القرار، وأيضا نفهمه بأن التردد يضر به وبعلاقاته مع الآخرين. كنلقاو كذلك إنسان آخر كيتسمى الإنسان العنيد، كنلقاو في المحيط ديالنا، إما في أبنائنا، إما في الأزواج، إما في العمل، شخص عنيد يتجاهل وجهة النظر ديال الاخرين، يرفض الحقائق الثابتة، كتلقاه صلب في التعامل ديالو، قاسي مع الناس، ليس لديه اي احترام للاخرين. هذا الشخص العنيد الى ارتبط بشي انسان اخر كيهدمو في حياته. باش نتعاملوا معاه نحاولوا ما امكن اننا نشركه معنا، ما نخلوش وحده. العناد ناتج على انه عاش العزلة، لابد ان ندخله الى الحديث مع الجماعه، ونطلب منه قبول وجهه نظر الاخرين ولو لمده قصيره، حتى هو كيرفض رفضا باتا وجهه نظر الاخر. كنقول له شوف، غير مؤقتا قبل وجهه النظر ديال الزوجه ديالك او ديال الرئيس ديالك في العمل او ديال الزميل ديالك، غير مؤقتا باش نوصلوا لاتفاق مبدئي. ثم نتعامل معاه، العنيد ما كيبغيش اللي قطعه أو يختلف معه، كانت تعامل بأسلوب نعم الشيء اللي قلتي مزيان، ولكن هالصواب، دائما نقاطعه ونستدرك عليه. كاين شخص آخر، أشخاص كثير من الشخصيات، كاين الشخص الخسين اللي طبعه صعيب، كاين الشخص المعارض دائما معارض، ما كيرفض الآراء كلها، دائما خصو يعارض من أجل المعارضة. وكاين أشخاص اللي هما يدعون المعرفة، يبغي يعرف غير المعرفة، دائما هو اللي كيفهم والناس اللي حوله لا يفهمون. وكاين الشخص اللي عنده المطالب كثيره، كثير المطالب في كل وقت وحين، دائما يحتاج هل من مزيد هل من مزيد. وكاين الشخص اللي كيبحث على الاخطاء، دائما كيقلب لك فين وقفتي وفين خطاتي باش يلومك ويعاتبك. وهكذا اشخاص كثيرين وكثيرين.
هذا اليوم بدنا نتكلموا على الشخصية ونحاول ما أمكن أيها الأحبة الكرام نعرفوا كل واحد منا الشخصية ديالو هو أولا، ثم الشخصية اللي حوله. شحال من المرأة الآن ربما شافت شخصية رجلها فيما ذكرناه، وشحال من رجل شاف شخصية مراته فيما ذكرناه، وشحال من إنسان عنده رب عمل أو عنده أصدقاء وزملاء في العمل عندهم هذه الشخصيات، أو الجيران أو العائلة أو الأحباب. بغينا نتكلموا وإياكم على هذه الشخصيات، نعرفوا كيفاش نغيروهم، لأن مجمل المشاكل ديال الحياة ديالنا كنلقاو ناس وقفوا على الطلاق في المحاكم، وكنلقاو ناس في العمل وصلوا إلى الباب المسدود. وملي كنقلبوا أشنا هي المشكلة؟ كنلقاو المشكلة بسيطة جدا، المشكلة تكمن في الشخصية، أن الناس بعضياتهم ما عرفوش يتعايشوا، وحتى واحد ما فهم شخصية الآخر، وبالتالي ما قدرش يغيرها، ما قدرش يتحاور معها ولا يتعايش معها، فيصلون إلى الباب المسدود. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.